بسم الله الرحمن الرحيم. مع كل الود والتقدير لوحدة من الأسر اللي قدرت إنها تجعل الكلام والحديث عن الصداقة وعن الأخوة علم ومدرسة في كثير من المناطق. الحديث عن الصداقة حديث جميل ورائع، والحديث دائما عن الأخوة اللي بتجمع الناس والروابط الاجتماعية كلام أجمل، لكن ترتبط أكثر وأكثر لما يكون فيها معاناة، وخاصة إذا كانت المعاناة دي برضو لها علاقة بمرض، والمرض يصيب الأصدقاء من نفس النوع. البصر نعمة عظيمة من رب العالمين، وعادل فقد بصره بعد صديقه الصدوق بعد ما فقد بصره هو كمان، ساعد وساند وأذن في الجامعة وعنده أدوار كبيرة لأسرته ولأهله. نحن موجودين في أبو كوع من ولاية غرب كردفان، نتابع مع بعض، تفضلوا. الله أكبر، الله أكبر. شأنه شأن سيدنا بلال، يصدح بالأذان عند كل صلاة. أضحت المنادات بالفلاح سلواه، وتحول الجامع إلى ملاذه. أشهد أن لا إله إلا الله. ربنا يحفظ لك أسرتك إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. يا رب العالمين. أخيتا كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. كيف صحتك؟ إن شاء الله كويس. ربنا يحفظ لكم أولادكم إن شاء الله يا ربي. ما شاء الله تبارك الله، عندكم الخمسة أولاد. ما في بنية؟ ما في. الله يديك العافية إن شاء الله، يخليهم لكم إن شاء الله. عادل عرفنا على أولادك. أحمد ومحمد وآدم وإبراهيم ويوسف. ما شاء الله تبارك الله، ربنا يخليهم. آمين إن شاء الله. إن شاء الله. بيدرسوا كلهم في المدارس؟ أي أي. ثلاثة ديل في المدرسة. الثلاثة في المدرسة. نعم. في سنة كم؟ رابعة، وده سنة واحد سنة أولى. واحد سنة أولى. أي وده يا دوب يعني عنده 2.5 يا أيوة. رمضوا بعد. إن شاء الله ربنا يحفظهم ويخليهم. آمين. نبدأ معك القصة من أولها يعني. نعم. ما شاء الله من بدري انت حس استقبلناك من الجامع جاء. نعم. صلاة النبي، وقلت لي في واحنا جايين بانه انت من بدري بتمشي الجامع جدا. وعندك علاقه حميمه مع صديقك فتحي جدا، كلمنا عن علاقتكم دي. والله علاقتنا طويله. اي علاقتنا دي احنا كنا يعني الحمد لله رب العالمين فتره طويله جدا. ايوه اي مما كنا بنقرا في الثواني. ونحن كنا علاقه مدرسه يعني. علاقه مدرسه. اي فهو فجاه كده يعني سبحان الله هو عمى، ومن غير اي مقدمات ما يعني والله. ما عيه معينه، ما في عيه كده، لكن هو كان صاحب زمان كده في المدرسه وكده يعني، زي كان في ولد كده ضربه في عينه، في عينه فالضربه دي اثرت عليه شويه. ايوه وادوا له نظاره، والنظاره دي طبعا لفتره لاخر بتكون تغيير، ولقيت ده احنا طبعا هنا في البلد ما فاثرت على العين. ايوه الاثنين الاثنين. الله الله يديه الصحه والعافيه. انت بقيت معاه؟ انا كمان تاثير له وكده وبتاع، بمشي في النهايه ذاتي بقيت خلاص. الله يديك العافيه. وصلت بالمرض بتاع العيون. انت كنت بتساعده وبتسانده وبتمشي سوا؟ والله بنمشي كثير يعني. الحل ده كله هي عارفه بانه انا على ارتباع وشو بمشي معاه السوق وتمشي معاه. بمشي السوق ولحد ما في البيت وكله. نعم. وبتاني انت بدات معاه كمان الشغله دي من 2000 2000. حسيت بشنو جاك؟ حسيت بألم شديد، صداع شديد. صداع؟ اي صداع شديد في الراس وكده في النهايه. فجيت الدكتور. ما مشيت الدكتور؟ مشيت الدكتور. قال لك شنو؟ لكن الصداع الألم قال لي يا اخي عندك مرض ده اللي بقول شنو ده؟ مويه سوداء. مويه سوداء. جلوكوما. الجلوكوما. اي جلوكوما. ما قال يعني ما مشيت علشان تشيلها؟ والله مشيت. اها. عملت عمليه والعمليه ما نفعت في مستشفى الوالدين. ما نفعت؟ ما نفعت. ليه قالوا مشكله؟ والله يا اخي قال لي نجربها، نحاول نجربها. ونشوف اذا كان هي ناجحه ولا لا. انت جيتهم بعد فتره متاخره؟ اي والله جيت ان كان، لكن قال لي بنشيل جزء من العين، هي زي العمليه. أيوة. بتشيل جزء يعني، كان 5% بتشيل 2 او 3%. فقال لي المهم بدي قطرات. القطرات استعملتها عشان تحسن الرؤيه وكده. القطرات بقت ما نفعت. ومتين فقدت البصر؟ والله من 2000 2003 2 كده يعني خلاص. اخذت سنتين ثلاثه سنوات. اي بس 2 3 خلاص. وفجاه ولا حصل بالتدريج؟ والله يا اخي مره واحده نهائيا يعني، ما حصل لي في عين واحده ولا كده، الاثنين مره. ولعادل رفيق عمر لطالما جمعتهما الذكريات والمغامرات قبل ان تفتر عيونهما عن الشوف، حكايه حكاية ربما تكون ضربا من المجاملة. صديقه فتحي فقد بصره أولا، فكان عادل
عينيه إلى حيث يسعيان، وبعد بضع سنوات وكأنما يؤاذره عادل تزبل عيناه أيضا، لكن ما ذبلت رفقتهما المأمونة. كنت شغال شنو يعني؟ والله أنا شغال، كنت زمان في الخرطوم وكده. كنت شغال في لحام، شغال في النجار والتنجيد. أيوة. شغال في الكراسي بتاع الجلوس دي. أيوة. زمان. أيوة. في شركة الحديد والصلب كان عندها فرع في أقول شنو في الخرطوم. أيوة. وبعد الحاجة دي ما حصلت جيت راجع بلد. جيت البلد أي جين قاعد، لكن الفترة الأخيرة. هنا كيف شغال؟ والله شغال فول. شغال فول. آه شغال فول بس منفقع بس زي ما شايف هسه اثره. اثره في يدك. يعني اولادي ده لو شغل الفول ده كميه كبيره بقى. والله يا اخي لحد ما ننتهي يمكن 30 15 بتاع، والناس بيجون يعاونوا يعني صحباني واخواني بيبقوا يوقفوا معي حبه ويتونسوا معي ويفوتوا. ودي عاملك بيع ولا تجاره ولا والله بس بتاخذ حقها؟ ناخذ حقها ونصرف لاولادي. الله يديك العافيه. حقها بكفي؟ والله ما بكفي خالص. معلش ممكن اسالك كم يعني مثلا؟ والله يا اخي سوال ب 100 جنيه مثلا. الشوال كله ب 100 بس؟ اي ب 100 جنيه. وده يعني طبعا الفول ده زي ما مواسم 3 5 يوم ما بينتهي. 3 5 يوم ما ينتهي. والفول ده مع مواسم ذاته؟ ما كل السنه. لا ما كل السنه. باقي السنه بتسوي شنو؟ والله باقي السنه هو على الله قاعد. طيب انت طبعا كويس انك انت كنت في الخرطوم وشفت براك يعني اشكال مختلفه من المشاريع، حاجات كثيره ممكن الزول يشتغلها يعني. تفتكر انسب حاجه ليك ممكن تكون هنا شنو؟ اسال هنا؟ تقدر تنجيزه هنا اذا بقى عندك مشروع؟ والله اذا كان بقى مشروع بس عندي هنا ده اقول لك انجاز والله، لك يا زراعه يا ثروه حيوانيه. تقدر تزرع؟ والله يا اخي انا ما بزرع لكن هو لا انا قصدي حس يعني اذا مثلا الناس وفرت لك مشروع معين تقدر تسوي شنو غير الفول؟ لانه بياخذ زمن طويل وفي نفس الوقت ما بديك ما بدينا العيد. ما بدينا عيد. شنو ممكن تسويه؟ والله يا اخي الفكره دي هسه يا دوب يعني كذا طوالي ما اقدر اقول لك نعم الشغل. لكن ممكن تعمل يعني دكان مثلا كان سوى لك؟ والله يا اخي كان دكان ممكن نشغل، لكن الاولاد شويه لسه زي ما شايفه يعني ما بقدروا. ان قال بقدروا شويه يقدروا يعني، لكن مشروع كذا غير توصل لك ام بهاي. اذا كان بهاي بهاي ممكن يقعد. وكمن يسعى بين الصفا والمروة يسعى عادل في قرية الكوع بغرب كردفان بين بيته والمسجد، دليله خطوات ثابتة وعصا يهش بها الطريق. عادل انت ما رجعت تاني للدكتور علشان يشوف وضع العين وكان والله ممكن كلامك يكون في أمل. سمح وجدا لكن انا ذاتي منو بمشي من هنا عشان امشي؟ كل زول شغال في شغله، اي زول عنده شغله لا الشاغل. يعني انت الدكتور ممكن قال لك انه ترجع يعني بعد فقدت بصرك ممكن ترجع يرجع ثاني؟ قال لي والله يا اخي ما اظن، لكن اذا كان جاء جهاز يحل لك المشكله بي. المرض ده في قاع العين. اها قاع العين قال لي. طيب طيب فالجلوكوما دي صعبه يعني هنا اجهزتنا هنا الان ما في جهاز بيقدر يعالج. يعني برا السودان ممكن تتعالج؟ يعني ممكن قال لي اذا كان لقينا الجهاز الجهاز ممكن يحل المشكلة. طيب يعني معناه في أمل بإذن الله تعالى. والله احتمال لكن مو معروف إن شاء الله. الأمل في الله كبير. آمين في الله كبير. آمين. علاقتك مع بيتك ما شاء الله حسي ما شاء الله، أنا شايفاك طوال عرفت أولادك حافظهم بالنفس مش بالصوت يعني. بالجمس كده صار بنعرف دمنوه كده. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ربنا يديك العافية. يمضي بنا عادل إلى بيت من الصبر، أسواره وسقوفه قليل المتاع، بيد أنه عامر بمصلاية الروح. تمبلباي إناء بلا نار، ترى ما فيه من زاد، هابت الأيدي أن تفتح الغطاء أو قل تهيبت فراغه المتخم. وإلى جانب الإناء الخالي عربة السلوك للفتى الصغير آدم، هندسها له شقيقه أحمد عن طيب خاطر لتكون لعبته بين أقرانه في القرية. وعلاقتك بالجيران والحلة الجامع علاقتك بها أكثر؟ أكثر وكله والله أنا ملم بالناس. أنا أقول الصراحة زي عيالي اللي لقيتهم طيبين تمام، بحلق الفريق ده كله بكراييني ديل. السلام عليكم يا جماعه، اول ما قدرت من بعيد السلام عليكم يا جماعه. ما شاء الله ما شاء الله. وحافظ ما شاء الله الشارع، حسيت جاي براكه احنا لقيناك حافظ.
الله يديك الصحة. بنمشي هسه صلاة الصبح بهنا وراي بنهبش لحد ما نلقى الشارع وبنمشي طوالي. الحمد لله. إن شاء الله ربنا يكرمك ويديك الصحة. ومنين بناس الحين لأنه عارفيني أنا تماما شنو. المحل ما متى غلط ولا بتاوي بس يمينك يا شمالك وبنمشي عادي. الحمد لله الله يديك العافية. أولادك ميزة. كيف؟ الحمد لله. أولادك كيف مستوياتهم في المدرسة؟ والله يا أخي كويسين لكن بس دارين طبعا المراجعة وبتاع ونحن الشغلة دي ما في طبعا. اسمك من أنت؟ محمد. محمد في سنة كم؟ رابعة. في رابعة كيف المدرسة كويس؟ كويس. إن شاء الله لما تكبر دار تبقى شنو؟ معلم. معلم؟ يا سلام. معلم تمام. معلم شنو؟ جاته مادة ولا بس معلم ممكن كل المواد؟ كل المواد. ما شاء الله عليك إن شاء الله يا رب. أنت منو؟ أحمد. أحمد أمسك يا أحمد كده المايك نشوفك تمسك كده. أيوة جبال أنت معانا قاعد تشوفنا الناس شغالين زملانا صح؟ ها؟ دار تبقى تخش معانا مجال الإعلام. يلا قرب الميكروفون لك كده. أنت في كم؟ رابع. ها؟ رابع. في رابع؟ انتوا سوا بتقروا سوا؟ صحيح؟ طيب هو ليه تأخر في ال والله يتأخر كان مع جدود هناك ولقينا بتاع بس وخشم هذا سوا. خشم معاه سوا. كويس ده تبقى شنو ان شاء الله يا احمد لما تكبر؟ فكرت ده تبقى شنو؟ تبقى كبير؟ قالت تبقى شنو؟ اها اخوك قال ده يبقى معلم. وانت؟ وانت؟ انا كمان ها مهندس ان شاء الله يا رب ان شاء الله يلا ها اخوك ده اسمه منو امسك ادم ادم ازيك امسكه كده شوف أمسك أيوة. ايوه كيفك يا ادم انت كويس انت عمرك كم سنه 8 ها ما عارف عمرك عمرك 8 سنه كم اولى هذا تبقى ده يبقى معلم ده يبقى مهندس ده تبقى شو استاذ استاذ ما شاء الله محددين حاجاته على وقع موسيقى هذا المكان في الجيع الفول مضت بهما الرفقة في كسب العيش ضراع مخضر بالحلال لا يكل ولا يمل فالعمل عبادة أو قل ضرورة تغنيهما عن شر السؤال الفول بين أصابعهما المنهكة كحبات السبحة يسبحون بالصبر عشية وأصيلا ولا شيء غير الصبر بخيط يعني الحالة عموما بتكون شوية أصعب بعد يعني سيد البيت يكون شوية عنده وضع يعني خاص يعني حسي كيف بقى الحال كيف معك والله الحال تعبان كيف التعب في شنو؟ والله كل الحاجات زي ما قلت لك يعني زي المعيشة وزي غلط الحاجات وكدا الوضع ده يعني حتى في الأكل والشراب كل الحاجات قلت لك الكلام ده السنة كلها ولا شوية بتبقى الحكاية أسهل لما يكون الموسم بتاع الفول ويفقع الفول وكدا إلا بعد يفقع الفول ده وكدا بنعيش فيه ومصاريفنا وحاجاتنا دي ما في زراعة حسي جنبكم هنا قريبة لا ما في زراعة تقدر يسوي شنو أنت يا بخيت تساعدي بشنو؟ والله الا درس بالصبر والفول حبه كفيف انت يا عادل لكنك تبصر طريق التعفف جيدا يكفي انك تمضي فيه وفلذات اكبادك بهمه تعجز المبصرين ربنا يديكم العافية والصحة ويحفظ لكم أولادكم آمين إن شاء الله عندك 5 رجال ما شاء الله يبقوا لك سند إن شاء الله يبقوا لك عون وربنا ييسر الحال إن شاء الله وتقدر تسافر برا السودان وتقدر تتعالج وبإذن الله ترجع تاني يعني تشوفهم وتشوف كبرهم وتشوف نجاحهم وتشوف كل الحاجات الجميلة إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمك ويديك العافية إن شاء الله معادل إحنا يعني دي حاجة مقدمة نعم مبلغ مالي من قناة الشروق وديوان الزكاة نتمنى إن شاء الله إنه يعني تقدر تساعدك وساندك الفترة الجاية بإذن الله خلاص شكرا جزيلا جزاكم الله خير وإحسان الله يكرمك جزيكم الله خير وإحسان الله يديك الصحة نشكركم جزيلا شكر وكتر خيركم يعني زيارة بارعة جدا لنا الله يكرمك إحنا والله صراحة يعني بقول لك أكثر حوجة وباسة وفي المنطقة بالذات ما عندي والله ولا يمين ولا شمال والله يفقع والله بس والله يمكن أهل وهي حالي بس له لا لا الله قاعد بس على الله الله كريم يلا الله كريم انت راجل ما هين ان شاء الله ما ساهل ان شاء الله ربنا يكرمك ويديك الصحه والله لا دعم اجتماعي لا بتاع لا كله بس قاعد كده على الله مظلوم مشكورين جدا مشكورين الله يديكم الجنه ان شاء الله
ربنا يستر خطاكم ان شاء الله يا رب العالمين. يعطيكم العافيه. يزيدكم ان شاء الله من سيدكم يا رب العالمين. اهل الخير بننتظركم ان شاء الله. ننتظركم ان شاء الله كدكاتره. آمين. تساعدوا وتساندوا. امين. تشوفوا علاج له ولعيونه ان شاء الله. نشوف الاولاد لازم يقروا ويتعلموا. 100 جنيه في 5 أيام من التعب في شوال واحد ما بتكفي أكل وشراب. نعم. لخمسة من الأطفال ولا ناس البيت ولا إكرام الضيف. نعم. نتمنى إن شاء الله كل الناس تساعد وتساند في الحياة. آمين إن شاء الله. وليهم مننا بالدموع الغالية علينا دي. نعم. اللي إحنا نتمنى يعني إنه تاني ما نشوفه إلا في السمح. آمين. مساعدتكم مهمة ومساعدتكم مهمة ومننا ليه كل الشكر وكل الود والتقدير.